سيدي لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي غبرت عليكم، راكم عارفين رمضان والشقة ديالو ما تنسهلوش. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحليوه اللي كتجي هماويه واقتصاديه وبنينه، فيها واحد البنه خياليه. نخليكم مع المقادير ونتمنى تعجبكم. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج 3 معالق ديال الزبدة العادية ديال البواطة، كاس مع مرش ديال الزيت، واحد الخمارة الحلوة، واحد دانيت كراميل، كاس ديال السكر الثقيل، وعلبة ديال بيمو، أي بيمو بغيتو، هذاك ديال درهم اللي تيكونوا فيه 8 القطع، وكتستعملوا أي واحد بغيتو. طريقة التحضير، هنا كنخلطوا الزبدة والسكر كلاسي، كنحركوهم مزيان حتى كتذوب لينا ديك الزبدة، وكنزيدوا المكونات الأخرى اللي عندنا. دابا غادي نزيد هذيك البيمو اللي طحنت، وغادي نحركو مزيان حتى يذوب ليا مع داك الخليط. بالنسبه للدقيق فحسب الخليط، ما نقدرش نقول لكم العبار، حيت كل واحد والدقيق اللي كيكون عنده، كاين اللي تيشرب بزاف، كاين اللي عادي. المهم نتوما تشوفوا عينكم وميزانكم، ما يكونش العجين قاصح، المهم ما بينه وبين بحال الصابلي. البنات، بالنسبة لطريقة العجن ديال هاد الحلوة هادي، حاولوا فقط تجمعوا بالأصابع ديالكم داك الدقيق وداك الخليط حتى يتجمع لكم هكا بحركة دائرية، باش ما تقصحش لكم العجينة. هنا خديت اللاطة اللي كتدخل الفران وشكلت العجين على شكل كريات صغيرة، وكنبسطهم شوية من الفوق، نحاولوا ما تكونش كبيرة، فقط تكون صغيرة في الحجم ديالها حيت غادي تنفخ مازال في الفران. البنات، بالنسبة للفران كنشعلو فقط لتحت، والعافية كتكون مهيلة باش نخلوها تطيب على خاطرها حتى كتحمر لنا من التحت، من بعد كنشعلو الفوق وكنحمرها عادي. بالنسبه للتزيين البنات، لكم الاختيار، تزينوا كيف ما عجبكم. انا هنا غادي نوريكم هاد الشكيلات اللي غادي ندير. غادي نحتاج هاد الشكلاط ديال كالا، صراحه كيكون زوين وما كتحتاجيش انك تزيدي ليه الزيت. غادي نحتاج كذلك لهاد الرقائق ديال الشوكولاته، صراحه حتى هما كيجيو زوينين في الشكل. انا هنا غادي نلونهم باللمعه اللي كتكون ذهبيه. غادي ناخذ فقط الراس ديال المعلقه وغادي نكبو فوق من داك الشكلاط، وغادي نحركهم وغتشوفوا اللون ديالو كيفاش غادي يولي زوين. البنات، بالنسبه لهذيك المعره فقط 5 دراهم باش دايره عند السيد اللي كيبيع المواد ديال الحلويات، وتقدروا ديروا منها شي 3 مرات ولا 4 مرات، يعني كديروا منها غير شويه فقط كتكون كافيه.
هنا من بعد ما بردت لي هذيك الحلوه كنشوفوا اللون ديالها كيفاش جا. غادي ندوز باش نحطها هنا في الشكلاص ونزوقها كيف ما غادي نوريكم دابا. بلاش من الاحسن ديروا واحد الورق ديال الزبده اولا البلاستيك الغذائي قبل ما تحطوا فيه هاد الحلوه هادي باش هكا تجيكم ساهله الا غادي تحيدوها الا نشفات. بالنسبه للشكل الثاني غادي ندير نفس الطريقه ولكن هذه المره بالشكلات البيض وغادي ندير الرقائق ديال الشوكولاته البيضاء هي اللي غادي نزين بها. البنات بالنسبه للتزيين خاصكم هذوك الرقائق تكبوهم مباشره فوق من الشوكولات قبل ما يبرد. كما قلت لكم التزيين تبقى اختياري، تقدروا كذلك حتى ديروا هاد الحبيبات ديال الشوكولاته حتى هما تزوقوا بهم كيجيو دوك الالوان ديالهم زوينين وكيبانوا بريستيج. وصراحه الحلوه كتجي زوينه في المنظر ديالها وحتى في المذاق كيجي المذاق ديال داك البسكوي اللي درنا وداك دانيت كراميل كيعطيه واحد البنه وتيعطيها حتى واحد الريحه بنينه بحال فيها اللوز. صراحه كتجي بنينه طيقوني جربوها راه كتجي غزاله وكتذوب في الفم. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه هادي وبحال ديما ان شاء الله نتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. وهكا كيجي الشكل ديالها من بعد ما كتبرد. انا غادي نقطعها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. ها انتما كتجي معلكه وصراحه كتجي بنينه والله العظيم غير جربوها راه صراحه غادي تعجبكم كما كتشوفوا. وهكا كيجيو الشكيلات اللي حضرت معاكم. نتمنى يعجبوكم وما تنساونيش بالتعاليق الزوينه بحال ديما وبالاعجاب للفيديو ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.